الرأي العام الجزائري هذا الأسبوع لا حديث له سوى عن قضية استرجاع رفات أبطال المقاومة الشعبية الجزائريين الذين كانوا في أقبية متاحف المستعمر الفرنسي. سلطت الأضواء عن عملية الاسترجاع، شهدت عملية الاسترجاع مراسيم عسكرية كبيرة، لكن مفجري القضية الحقيقيين لم يتم ذكرهم لا من بعيد ولا من قريب. في مارس 2011 قام شخص يدعى علي فريد بلقاضي وهو باحث جزائري مقيم بفرنسا بتفجير قضية رفات الجزائريين أو أبطال المقاومة الجزائرية الموجودين بأقبية متحف باريس بفرنسا. إذ وأثناء بحثه وتمحيصه اكتشف أن بعض الرفات تعود إلى مقاومين جزائريين قتلوا ونكل بجثثهم وأرسلت إلى المتاحف الفرنسية، وحاول أن يفجر القضية على مستوى الرأي العام إلا أنه فشل نظرا للأحداث التي كانت تشوب تلك الفترة، أي فترة 2011. بعد سنة من ذلك أي سنة 2012 قام شخص يدعى إبراهيم سنوسي وهو أستاذ جامعي مقيم بفرنسا جزائري الأصل بفتح عريضة وتوقيع 30,000 شخص لمطالبة السلطات الفرنسية بإرجاع هذه الجماجم إلى وطنها الأصلي. وقد فشل إبراهيم سنوسي إلا أنه سلط الأضواء الإعلامية الفرنسية والعربية على قضية الجماجم الجزائرية الموجودة في متاحف فرنسا. أيضا قام رشيد نجاز بطريقته بمحاولة لفت الانتباه الجزائريين إلى قضية الجماجم حين دخل إلى المتحف وقام بتصوير بعض الجماجم. في باريس حد لا تور إيفيل، على بالكم كان 536 ريسان هنايا تاع جزائريين. شوفوا داروا هذو الريسان 536 ريسان في لاكار، كيما 40 مليون جزائريين في الحبس. كل المجهودات التي بذلها فريد بلقاضي وابراهيم سنوسي ورشيد نكاز في محاولة تسليط الأضواء على قضية رفات أبطال الجزائر في المتحف الفرنسي لم تذهب سودة. العصابة وجدت نفسها في موقف محرج أمام دعوات الجزائريين لاسترجاع هذه الرفات، مما أجبرها إلى الخروج إلى أكثر من مرة في تصريحات بعض الأحيان مستفزة وبعض الأحيان مثيرة للجدل، كما شفنا أحمد أويحيى. أنا باش نرد عليك نرد عليك بزوج حوايج. لو نلحق إن شاء الله نجيب هذه الجماجم هذه وعدد منهم ندفنها، وخايف ندفنها تبتصر لها كيما صرات للشهداء الله يرحمهم، يمر زمان نساوهم. هل الأفضل أن تبقى شاهد لهي ولا تجي تندفن هنا؟ سؤال. بمقابل نفي السلطات الفرنسية لأي طلب رسمي جزائري في استرجاع هذه الرفات. في هذا الفيديو إخواني سوف نحاول أن نستحضر أحد رموز المقاومة الشعبية في الجزائر والذي تواجدت رفاته في المتحف الفرنسي بباريس. إنه بوزيان القلعي. بوزيان القلعي قصته تشبه كثيرا أوجه جزائريين مقاومين في الحراك الشعبي مثل إبراهيم العلامي أو سعيد رياحي أو إبراهيم دواجي، تشبههم كثيرا، إلا أن الاختلاف فقط أن مقاومتنا حاليا هي سلمية لأنها ضد أذناب الاستعمار من أبناء جلدتنا. أما بوزيان القلعي فكانت ثورته مسلحة وشرارتها الأولى هي الضرائب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في اللون، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. قلعة بني راشد سنة 1871 ميلادي، كانت قد مرت 7 سنوات على قانون العار الذي سنته السلطات الفرنسية والمتمثل في تقسيم العروش الجزائرية إلى قرى ودواوير، والغاية منه هو زرع الفتنة بين الجزائريين حول مناطق الرعي وموارد المياه، والغاية من كل ذلك هي صرف الجزائريين عن التفكير بالمقاومة والثورة ضد المستعمر المستبد. في خضم هذه الأحداث المتسارعة وداخل قرية قلعة بن راشد يوجد شاب جزائري من مواليد 1838 لا يكاد يذكر له اسم. هذا الشاب الذي مهنته رعي الأغنام
وتجارة الحطب سيدخل التاريخ وستخلده الذاكرة الشعبية، بل وسيصنع الجدل بسبب مواقفه البطولية ضد الاستعمار الغاشم. بدأت قصة بوزيان ذات مساء وهو يجلس بين أفراد أسرته، فإذا بطارق يطرق عليه الباب ويطلب منه دفع الضرائب. لقد كان القايد، والقايد عبارة تطلق على أعوان الاستعمار من أبناء جلدتنا. طلب منه ذلك بأسلوب فض خشن فيه الكثير من الإهانة للرجل، ولأن بوزيان يعلم أن كرامته تعادل حياته فقد انقض على الرجل وضربه، بل وجرده من ثيابه أمام القوم، معلنا بذلك خروجه عن الإدارة الفرنسية وقيام ثورة جديدة في المنطقة. توارى الرجل عن الأنظار بعد فعلته وتحصل بجبال المنطقة، ولأنهم يقولون أن القليل الظاهر يدل على الكثير الباطن، فقد انضم إليه الكثير من الشباب وتحول غضب رجل واحد إلى ثورة أشعلت المنطقة. ظل بوزيان ورفاقه على هذا الحال مدة 13 سنة، يغيرون على أملاك الكولون ويهجمون على نقاط التفتيش ويديرون حرب الكمائن وحرب العصابات، حتى ضج منهم المستعمر وأصبح العسكري الفرنسي لا يأمن على نفسه من السير وحيدا في الشارع. في 16 أكتوبر 1875 سقط بوزيان القلعي أسيرا في يد المحتل الغاشم، وهذا بسبب الخيانة والغدر والوشاية من طرف أحد أبناء جلدتنا. فقد استغل الحاج بن يوسف وابنه عمار حاجة بوزيان والحصار المفروض عليه وقلة المؤونة والمرض، واستدرجاه إلى البيت وقدماه بطاق في طبق من ذهب إلى سلطات الاحتلال. في 26 جويلية 1876، وعلى الساعة 5 صباحا، تم إعدام بوزيان القلعي ورفيقه سقدور بن حميدة في الساحة المركزية لمدينة المحمدية أو بما يعرف الآن باريغو، وقد تم نقل رأسيهما إلى باريس. لم تنتهي قصة بوزيان بهذه البساطة، فقد عاد في نهاية الخمسينات من القرن الماضي في شخص يدعى علي لابوينت. نفس الظروف، استعمار فظلم فمقاومة فشهادة. عاد أيضا في سنوات التسعينات، عاد في شخص يدعى علي بالحاج ورفاقه. نفس الظروف، إلى أن الجلاد تغير، هذه المرة كان الجلاد في جراء الاستعمار التي خلفها وراءه. تكرر بوزيان أيضا في ماسينيسا في الربيع الأمازيغي في 2001، حينما خرج شبابنا ضد مخلفات الاستعمار أمثال يزيد زرهوني وغيرهم، فلاقتهم مصالح الدرك الوطني بالرصاص الحي في الصدور. إدارة المستعمر التي خبأت رأس بوزيان في متحف الإنسان ومنعت أن يتداول اسمه في المناهج والكتب المدرسية، تتفاجأ لتجد أن بوزيان موجود في كل جزائر حر شريف يرفض الخضوع والخنوع والذل والمهانة. دمتم تائرين ودمتم أحرارا شرفاء. سلام.